أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج قلب مصر. النهاردة عندنا موضوعات وملفات كتيرة جدا هتكلم معاكم في استفاضة تهم الوطن والمواطنين، لكن قبل ما نبدأ موضوعاتنا النهاردة بحب طبعا أتوجه بالتهنئة بخالص الشكر والتقدير للقيادة العسكرية والقوات المسلحة وأيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور 7 سنوات على ثورة الكرامة، على ثورة إعادة الدولة المصرية إلى مسارها الحقيقي والقضاء على نظام فاشل كان يريد وقيعة الدولة المصرية. ثورة 30 يونيو ثورة اجتمع عليها الشعب تحت قيادة عسكرية وتحت منظومة عسكرية قدرت في وقت صعب جدا أنها تحافظ على أمن القوم المصرية في ظل صراعات ومقاومات كانت على الدولة المصرية خلال السنوات الماضية. مر 7 سنوات أيضا من الإنجازات، وكلنا شايفين القيادة العسكرية والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ال7 أعوام الماضية قد إيه حجم الإنجازات اللي إحنا شفناها من طرق وكباري ومشاريع على رأسها، زي ما إحنا شايفين النهاردة العاصمة الإدارية، مدينة العالمين، الطرق، شايفين حجم المشروعات. بالمقابل شايفين حجم التحديات النهاردة القيادة العسكرية بتعملها النهاردة في الحفاظ على أمن القوم النهاردة في سيناء، وأيضا دور القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية في الكثير من الملفات الخارجية في ليبيا وموضوع سد النهضة وخلافه. لكن النهاردة لازم نعترف ونرفع القبعة مرة أخرى للقيادة العسكرية، ولولا القيادة العسكرية اللي وقفت النهاردة أمام وفي ظهر الشعب كان مصر النهاردة دخلت في منعطف صعب جدا. الجميع يعلم المخطط الكبير جدا اللي كان بيحاك ضد مصر، وكنا نعلم ان اجهزة استخباراتية كانت تريد وقاية الدولة المصرية، وكلنا نعلم ان جماعة الاخوان المسلمين قدروا يعني على اتصال بانظمة خارجية، وكنا بنشوف التصريحات بتاعتهم اثناء توليهم الحكم ان هدفهم الجماعة وليس الدولة، وكلنا نعلم علم اليقين ان مكتب الارشاد هو اللي كان بيدير الدولة، وكنا نعلم ايضا ان خيرة الشاطر هو كان غرفة العمليات، والكل ده هنتكلم معاكم فيه مع ضيوفنا الكرام. هذه الملفات طبعا هنتكلم معاكم في استفاضة مع سيادة اللواء محمود خليفة المستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، وراجل ده ليه ثورات وجولات وعنده بعض الملفات اللي هتكلم معاكم فيها بعد الفاصل بإذن الله تعالى. طبعا أنا معايا هاتفيا طبعا سيادة الدكتور وليد ضياء الدين أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري. أنا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أستاذ حمزة حضرتك. ربنا يخليك. سيادتك وسادة المشاهدين وسيادة اللواء محمود. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخلي سيادتك يا فندم. دكتور احنا طبعا كان ليك صولات وجولات سياسية أثناء أحداث ثورة 30 يونيو، وكلنا نعلم علم اليقين كان ليك دور قوي جدا مع السيد عمرو موسى وبعض القوى السياسية لإسقاط هذا النظام الفاشل اللي كان يريد وقيعة الدولة المصرية. بصفتك السياسية وأنت رجل لك باع كبير جدا سياسي، كيف ترى المشهد أيبان 30 يونيو من 7 سنوات يا فندم؟ الحقيقه المشهد في الفتره دي عشان نتكلم